هذه اللحظة أصدرت محكمة الاستئناف الابتدائية الجنائية حكمها في قضية ما بات يعرف بقضية التاجي ومن معاه، فأصدرت الأحكام التالية: السيد حسن التاجي سنتين أي بما قضى وسيعانق الحرية اليوم يومه. بالنسبة لمنيا بن شقرون و السيدة سعيدة علو 4 سنوات، وبالنسبة للسيدة أمينة فنان 3 سنوات، السيد عبد الرزاق التاجي ومنيا بن شقرون 5 سنوات، السيدة الحكيمي لا عبد الرزاق وبن زكور 5 سنوات، وبالنسبة للسيدة القص سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وبالنسبة لفاطمة الحكيمي 4 سنوات أو 3 سنوات، سمحوا لي يمكن 3 سنوات أو 4 سنوات، 3 سنوات. أنا أشكر المجلس الموقر، أشكر الهيئة الموقرة، فعلا لنا جميعا كمغاربة أن نفتخر بقضائنا، قضاء نزيه، قضاء قانوني، قضاء نظيف اليدين. لما قرر وأصدر حكمه واقتنع بمرافعات الدفاع الرامية إلى البراءة من أجل الاتجار في البشر، وفعلا قرر براءة جميع المتهمين من الاتجار في البشر، وقرر كذلك براءتهم جميعهم من جنحة النصب، وقرر وحكم بعقوبات التي تلوتها على المنابر جميعها من أجل باقي المنسوب إليهم، كل واحد فيما يخصه من تهم مصدرة في حقه. استاذ ظرف 15 يوم كاين احكام تاريخيه في هذه المحكمه وفي هذه القاعه بالضبط، تعليق. احنا دائما نقولها، تربينا على ان ننصاع لاوامر المحكمه، تربينا على ان نحترم احكام المحكمه وقرارات المحاكم. نحن اليوم امام هيئه قضائيه نزيهه قانونية ذات ملاءة قانونية وفكرية، متعتنا بمحاكمة عادلة بكل ما في الكلمة من معنى. أشد بحرارة على يد الهيئة الموقرة وأقولها حتى ينقطع النفس في لنا جميعا كمغاربة أن نفتخر بقضائنا وأن نفتخر بكوننا ننتمي إلى المملكة المغربية الشريفة الذي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أبو الجميع القاضي الأول.